السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم كيف ما كتشوفوا هي الطنجية في الكوكو، الطنجية مراكشية. غيصاوبها راجلي ان شاء الله، هانتوما غتبعوا معنا الطريقة. كتجي رائعة وكتجي لذيذة كيف ما كتشوفوا، باللحم بقري. وهاد السلطة حتى هي غادي نشاركها معكم، تبعوا الفيديو وشاركوه لأهل والأحباب وخليوا لي تعليقاتكم وشجعوني. على بركة الله عندنا اللحم، ها هو. المهم اختاروا ديال الكتف، هذاك ديال الكتف ديال البقري. هانتوما البنات، هو ده عندي كيلو ونص هنا تقريبا ديال اللحم، ولا 2 كيلو. 2 كيلو هذه ديال اللحم. 2 كيلو ديال اللحم عندي هنايا، قزبر يابس مطحون، عندي الحامض مصير. حامض مصير هذا البنات يكون نيت الحيل حيل. عندي هنايا 6 الفصوص ديال الثومه ولا 7، تقدروا الا بغيتوا ديروا الراس كامل. زعفران شعره، معلقه صغيره ديال السمن، زيت الزيتون، هذا الكامون والمليحه. صافي هادشي اللي كاين، غنوريكم. كناخذ دوك اللحيمات كنحطوهم هكا في الكوكوط. وكان خاص المسيو هو اللي يطيبها. اي الراجل هو اللي يطيبها بيان سيغ. كنديرو القزبر، هادي طنجيه مراكشيه. واخا انا راجلي راه دكالي ماشي مراكشي، ولكن طنجيه معروفين بها الناس ديال مراكش. غادي يدير الكامون، الثومه، دوك الفصوص ديال الثومه نقاهم وغسلهم. ندير السمينه، هذا السمن اللي كنديرو في كسكسو. هنا يدير داك الحامض مصير، حيد ليه على العظيمات. الحيل قال لكم الحيل، الحامض يكون حيل ماشي ضروري البنات. لما عندكمش الحامض مصير داك اللي كيكون زعما قديم، ديروا غير هذاك العادي الاخر. هذا راه كنت انا شي 2 عامين دابا هو عندي باش مرقده. زعفران شعره كنحكوه بحال هكاك بين يدينا كنرميوه. غندير المليحه، قياس ديال الملحه والزيت. كديروا فيها الزيت لانه كتبغي الزيت، حقاش حيت اللحم بقري ناشف ما فيش لاكراس بزاف. كون كان الغلمي غير نص كاس. داكو هذا كاس ديال الزيت، درتو الغلمي ديرو غير نص كاس. بعد تنحركو داك الشيء مزيان كيف بغات الخاطر باش اللحم يدخل فيه الطوق، باش ديك العطريه كتدخل مع اللحم. صافي هنا دار كاس ديال الماء، وغادي يسد عليها ويحطها في فوق النار. هنا البنات بغيت نشارك معكم هاد الخضيره، كنديرها صوتي. كنسلق خيزو وجلبانه وبطاطا، المهم بطاطا رفود لا شويه القياس ما عنديش. المهم كنخلطهم كلهم في الكاسرونه، كندير معاهم مليحه والماء، كنحطهم يتسلقوا. تقدروا تفوروهم. كندير زيت الزيتون، كندير شويه ديال المعدنوس، تقدروا ديروا حتى القزبر اللي عندكم، شويه الكامون، شويه التحميره، وشويه السودانيه. انا ما بقاتش عندي السودانيه، غادي ندير غير البزار. اللي عنده السودانيه يدير الحار. صافي والمليحه من طبيعه الحال راني قلتها. كناخذ هذا الفص ديال الثوم كنحكو. ساهله هاد الشلاضه وكتجي زوينه بزاف. الخضر كتسوطيوهم، تقدروا ديروا حتى اللوبيا الخضراء الا عندكم، حتى هي كتجي زوينه. غادي ندير زيت الزيتون. صافي كنحطو كلشي في خطار. كنحط هاد الخضيره راه باقا سخونه، وكنزيد الربيع، كندير العطريه والملحه، وكنديها كتصوط مزيان. صافي ومن في الاخير كتديروا عليها، تعصروا عليها اما نص حامضه ولا شويه ديال الخل اللي بغيتوا. صافي وها هي موجوده. انا قلت بغيت نوري عليكم بعد نحطها مع الطنجيه اللي شاركت معاكم. انتم البنات ها هو اللحم ديالنا من بعد ما طاب. هاي الطنجيه كيف كتجي، كتجي فنه ومعلكه. شوف 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 تبارك الله، كتجي رائعه. كنتمنى البنات تجربوها وتعجبكم. وهاي السلطه اللي شاركت معكم، تاكلوها دافيه ولا بارده كيف ما بغيتوا. ايوا لا عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوه لاهل الاحباب وخليوا لي التعليقات ديالكم.
وإلى وصفة قادمة بإذن الله. ما تنسونيش من صالح الدعاء. وهذا خبيز حق نسيت مشاركتوش معكم، هو خبيز ديال الدار باش ناكلوه إن شاء الله، وبصحة والراحة وبسلام عليكم.